ولما جينا هنا اتداس علينا من ناسنا، ناسنا اتقسموا نصين و30 قسم، اتداس علينا بالجزء من ناسنا برضو. صدمة كبيرة تعرض لها شباب جماعة الإخوان الإرهابية بعد الهروب من مصر نحو تركيا التي كانت دولة الأحلام التي يقودها خليفة المسلمين المزعوم رجب طيب أردوغان. لم تكن الصدمة في الوضع الذي عاشوه فقط، بل كان من قادتهم ورموزهم في الجماعة الذين تخلوا عنهم ماليا، الأمر الذي زاد من أوضاعهم سوءا وتعرضوا للتشرد والجوع. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أكدت تقارير صحفية عن انتحار عدد من شباب الجماعة في تركيا، فضلا عن محاولات أخرى باءت بفشل أصحابها في إنهاء حياتهم لما واجهوه من صعوبات لم تكن مقدرة لهم إذا استمروا في مصر ولم يشاركوا في عمليات العنف والتخريب لصالح الجماعة الإرهابية. 20,000 مصري يقيم الآن في مدينة اسطنبول التركية، يعاني أغلبهم من الأوضاع المعيشية السيئة مما يعرضهم لأذى نفسي وقبولهم لإهانات واحتقارات وحياة لا إنسانية مقابل البقاء في تركيا وعدم تسليمهم لمصر. هؤلاء الشباب فاض بهم الكيل، فهددوا بنشر تسجيلات تكشف فساد ومخالفات قادة الجماعة الذين يسكنون في أفخم وأرقى الأماكن بحراسات مشددة وامتيازات خرافية. هؤلاء القادة الإرهابيون عملوا فقط من أجل مصالحهم الشخصية وليس لمصالح شباب الجماعة الذين خرجوا وراءهم بعد تنفيذهم لعمليات إرهابية وعنف في الشارع المصري.